أهلا بكم أعزائي الطلبة وطالبات التعليم الفندقي في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفني، وحلقتنا اليوم تستهدف الصف الثاني الفندقي شعبة مطبخ، ومادتنا هي أصول فن الطهو. النهاردة أول درس معانا من ألذ الدروس وأهمها، بحيث إن أنت تقدر تشتغل أو تعمل انترفيو وأنت مطمن لو حافظ طرق الطهي المختلفة. فدرسنا اسمه طرق الطهي المختلفة. وإيه هي طرق الطهي المختلفة؟ أول حاجة طرق الطهي المختلفة الشيء أو الشوي أو قسم المشويات. اتنين، قسم التأمير. قسم التأمير اللي هو التحمير. تلاتة، قسم التحميص. قسم إيه؟ التحميص اللي احنا بنحمص عيش أو حاجة، ده اسمه قسم التحميص. أربعة، الطهو في الفرن. جميع الأقسام اللي بيتم توزيع المواد الغذائية على قسم الأفران بيتم تسوية إيه؟ الصواني فيها بتاعت سواء بشاميل أو مكرونات بيتم تسويتها في الأفران. طب نتكلم أول حاجة عن قسم الشاي. أول حاجة قسم الشاي ده أو المشويات، وهو تعريض الطعام للحرارة المباشرة. تعريض الحرارة إيه؟ للحرارة المباشرة، زي الفحم المتوهج على سطح ساخن. الفحم المتوهج على سطح ساخن، بمعنى إن إحنا بنحط الفحم أسفل الجزء اللي إحنا بنشوي عليه، تمام، وبيكون مستوي لدرجة الاحمرار أو التوهج، وبنبتدي نحط الأسياخ بتاعتنا من فوق على الجهاز، وبنبتدي نقلب فيها واحد ورا التاني ورا التالت لحد ما ياخد درجات التسوية بتاعته الشاملة، تمام. النوع التاني إن إحنا بنتكلم عليه هو شعلة الغاز أسفل سطح ساخن، أو ممكن على البوتاجاز بنجيب شعلة الغاز بتاعتنا أو النار بتاعتنا وبنسوي عليها الجزء المراد تسويته، تمام، برضو عن طريق أسياخ أو صواني جاهزة للشوي. تالت حاجة، طاسة ثقيلة أو شعلة غاز. بنشوي على طاسة ثقيلة، زي إيه؟ بنجيب سمك مثلا وبنتبله بالدقيق وبنقدر نقلبه يمين وشمال لحد ما يستوي على الدرجة بتاعته، وتكون درجة إيه؟ الشوي جميلة جدا قدامنا. طيب الجزء اللي بعد كده، أمام نار الشواية الكهربائية. عندنا شواية كهربائية، طبعا احنا بالنظر كده في المطاعم المستقلة اللي هي خارج الفنادق أو موجودة في الشوارع والميادين اللي احنا بنشوفها بعينينا، هنلاقي في جهاز كبير كده، تمام، ومحطوط فيه أسياخ بالعرض، تمام، وموجود فيها الفراخ، وفراخ اتنين تلات اربع ركات قدامي وبيبتدوا ايه يلفوا. دي اسمها ايه؟ الشواية الكهربائية. اسمها الشواية الكهربائية، بيتم لف الأسياخ دي اوتوماتيك، تمام، والشوايه الكهربائيه بتوزع النار على جميع اجزاء اللحوم، فبتبتدي تسوي ايه الجزء بتاعي في شوايه كهربائيه. طيب نتكلم بقى على التحمير او التقمير، وهو تحمير وجه الطعام الى درجه معينه. تحمير وجه الطعام الى درجه معينه على الشوايه العليا من الفرن. يعني ايه؟ احنا مثلا خدنا عملنا صينيه بشاميل، تمام، زي ما بيتم احنا بنحاول نبسط المعلومه عشان الطلبه بتاعتنا لسه في اول سنه تانية وعايزين يعرفوا الحاجات. فلما نتكلم عن صينيه البشاميل دي، في الغالب بتتعمل في اغلب البيوت بتاعتنا، ونقدر نتابع ماما وهي بتعملها. احنا خلاص سوينا الصينيه بتاعتنا تحت في الفرن، وتمام التمام، عايزين بقى نحط او نخلي منظر جمالي لوش البشاميل اللي من فوق، فبنضيف عليه طبعا الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا وقليل من البيض، تمام، بنضيفه عليها، وبنطلع الصينيه بتاعتنا من اسفل الفرن تحت، بنخليها الاعلى الفرن فوق، تمام، وبنشغل الجزء العلوي من الشوايه بحيث ان هو يعمل ايه؟ يحمر لي الوش الصينيه من فوق. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ وش للصينيه اتحمر وطلع باللون الذهبي بتاعنا الجميل، واضفنا ايه؟ لمسه جماليه للصينيه بتاعتنا، تمام. لكن ده ما يمنعش ان الصينيه مستويه من تحت، احنا بنضيف لمسه جماليه على ايه؟ ولمسه غذائيه تانية على الصينيه من فوق. طب نيجي بعد كده النقطه اللي بعديها، التحميص، وهو تعريض الاشياء على سطح ساخن مثل الفرن. يعني ايه؟ احنا دلوقتي عشان نعمل عملية التحميص دي في اي جزئية من اجزاء المطبخ لازم نخلي الفرن يوصل لدرجة حرارة 120 درجة مئوية. 120 درجة ايه؟ مئوية، لدرجة زي درجة الغليان كده، بنوصل الفرن بتاعنا لدرجة 120 درجة مئوية. بعد ما بيسخن خالص وبيتم عمل الفرن ان هو بيبقى مستوي يعني سخن خالص، بنبتدي نغسله وبنحط جواه العيش المراد تحميصه، وبيفضل لدرجه من حوالي تلت ساعه لنص ساعه عشان يتحمص بايه؟ بالابخره اللي طالعه من الفرن. لكن احنا لو دخلنا الصينيه اللي احنا هنحمصها جوه في الفرن وهي شغاله على درجه نار عاليه وقعدت حوالي 5 دقائق بس، هيتم حرق الايه؟ الجزء المراد تحميصه. فالتحميص بيتم بعد فصل الفرن من ايه؟ من درجة الحرارة العالية. يعني من أول ما نشغل الفرن درجة حرارته بتبقى عالية جدا، تمام، بعد كده بنفصله
بيبقى طالع منه ايه السخونيه او الصهد بتاعه، بنبتدي نحط الصينيه بتاعتنا جوه ونحط العيش اللي احنا مراد تحميصه بيتحمص جوه، بعد كده بنخرجه خلاص ايه يتهوى او يتفرش عشان يتهوى وياخد ايه المنظر بتاعه الطبيعي ونستخدمه على طول في المطبخ. طيب بعد كده الطهو في الفرن. ايه هو الطهو في الفرن؟ هو طهو المأكولات المختلفة بالحرارة الرطبة بدون ماء. يعني ايه بالحرارة الرطبة بدون ماء بقى يا جماعة؟ احنا دلوقتي لو عملنا صينية بطاطس مثلا بيبقى فيها نسبة بسيطة جدا من الصوص، تمام؟ لكن ما بتبقاش كلها ايه فيها تسبيكة او فيها مياه كثيرة وبيتم تشريبها، لا بيبقى فيها نسبة بسيطة من الصوص بحيث ان هي ايه تتشوي جوه، تمام؟ بدون حاجة. وبنحط ساعات على الشبكة بتاعة الشواية في الفرن الجزء مراد طهو او في الفرن زي الفراخ مثلا لو مفتوحة نصين، وبنشويها على الايه على النار الهادية في الفرن، ما تبقاش على النار العالية. اول حاجة احنا بنسخن الفرن لدرجة عالية جدا، بعد كده بنحط الفراخ جواه، بعد كده بنهدي النار وبسيبها تستوي واحدة واحدة. لكن ما من في الشوي في الفرن ما ينفعش ان احنا نسوي بدرجة حرارة عالية عشان الحاجة ما تحرقش مننا، او يستوي الجزء الخارجي من الفراخ او اللحوم والجزء الداخلي ما يكونش لسه استوى، تمام؟ نيجي بعد كده على النقطة اللي بعديها نستعرضها مع بعض، الطهو بالحرارة الرطبة. يعني احنا عندنا طهو بالحرارة الغير رطبة اللي هو ايه الجسم المراد تحميره بدون مياه او بدون ايه صوص خالص، وعندنا الجزء الطهو بالحرارة الرطبة يعني ايه بنضيف لها صوص وبنضيف لها كاتشب ومايونيز وممكن خلطة مارينيه كمان اللي احنا ممكن ايه نعملها عشان تطلع التيست بتاع الفراخ او اللحوم بطعم جيد، لازم نضيف لها ايه خلطة المارينيه، تمام؟ تعالوا نتكلم عنها كده باستفاضة. واحد، السلق. السلق هو طهو الطعام في كمية من الماء في درجة الغليان 100 درجة مئوية. يعني ايه؟ احنا بنوصل المية بتاعتنا اللي احنا حاطينها في اناء كبير ل 100 درجة مئوية، بعد كده بيتم ايه وضع الفراخ او اللحوم فيها عشان تستوي. طبعا اول ما بنحط الدواجن فيها او اللحوم بيتم تهدئة النار شوية عشان تستوي الحاجة، لان لو احنا فضلنا معلين درجة حرارة الايه النار على الغليان بتعمل ايه اللحوم هتطلع شبه مهرية، فمش هينفع ان احنا نقطع منها سلايز او نعمل منها حاجة في النار او نعمل نشوح منها حاجة او نعمل منها طبق من كرسي العميل. فلازم نعمل ايه اول ما نغلي المية ونسقط فيها الحاجة بتاعتنا او ننزل فيها الحاجة بتاعتنا جوه المية نهدي النار شوية بحيث ان هي ايه تقدر تسوي الحاجة على الهادي. طيب نيجي بعد كده، ينقسم السلق الى نوعين، السلق على البارد وهو وضع الطعام في الماء البارد غير المملح وجعله يغلي. طيب يعني ايه؟ يعني احنا بنجيب نفس الاناء بتاعنا اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت بس بنحط فيه ايه؟ مية باردة. نحط فيه مية باردة، ركز معايا هنا كويس. المرة اللي فاتت كنا ايه؟ بنغلي المية وبنهديها شوية بشوية وهو الحاجة جواها، تمام؟ مسقط الحاجة جواها. هنا احنا هنحط مية باردة في الايه؟ السلق على البارد، مية باردة من غير ملح خالص من غير أي إضافات، تمام؟ وهنحط الجزء المراد سلقه زي الفراخ او اللحمه معاه وهنبتدي نشغل النار عليها واحده واحده كده، يبقى الاثنين طلعوا مع بعض في ايه في ان واحد كده، احنا بنسلق على البارد، تمام؟ طيب ننتقل بعد كده للفقره اللي بعديها، السلق على الساخن وهو طهو الطعام ببطء في الماء المغلي. طيب ده بقى السلق ايه على السخن اللي احنا قلناه بنعمل ايه بنسخن الميه، تمام؟ بعد كده بنوضع فيها الجزء المراد سلقه، تمام؟ وبنبتدي نهدي النار شويه زي ما احنا قلنا، تمام؟ وبتقعد تستلق من ايه حوالي 10 دقائق لتلت ساعه اقصى حاجه ليها، لو اللحوم كبيره شويه بتبقى 50 30 دقيقه، تمام؟ ننتقل بعد كده للفقره اللي بعديها اللي هي التسبيك. طبعا احنا بنسمع كلمه التسبيك دي كتيره جدا من ماما في البيت وهي شغاله، تمام؟ وبابا ساعات يقول لها انا عايز اكل مسبك او مش عايز اكل مسبك النهارده عشان انا تعبان او معدتي تعبانه، فكلمه مسبك يعني الحاجه تبقى ايه تقيله او مسبك خفيف. احنا عندنا نوعين من التسبيك، تسبيك خفيف وتسبيك ايه تقيل اللي هو ني في ني. طب تعالوا نتكلم عنهم كده باستفاضه. النوع الاولاني التسبيك الخفيف وهو طهو او طهي الطعام في كميه محدوده من السائل. يبقى احنا اتكلمنا عن التسبيك الخفيف ان هو ايه طهي الطعام في كميه محدوده من السائل. يبقى احنا هنا بنعمل ايه بناخد مثلا شويه زبده شويه ثوم شويه بصل شويه مرقه، تمام؟ وبنضيف عليهم الجزء بتاعنا اللي هو ايه الطماطم وبنبتدي نقلب شويه وبنقعدهم على النار حوالي من 10 دقائق لحوالي ايه 12 دقيقه، ابتدت تتسبك واللون بتاعها يتغير للون الداكن، يبقى كده اتسبكت، تمام؟ ده اسمه ايه التسبيك الخفيف. طب نيجي نتكلم بقى عن التسبيك ني في ني. ايه هو التسبيك ني في ني ده؟
عدم تحمير البصل والثوم عند عمل التقليه. يبقى احنا هنا ما بنحمرش البصل ولا الثوم. احنا المره اللي فاتت كنا بنحمر البصل والثوم ونضيف عليه الطماطم، هنا احنا ما حمرناش البصل ولا الثوم ولا التقليه، تمام، وبالتالي برضو ما حمرناش الايه الطماطم، تمام. طهي اللحوم بعد تتبيلها في اناء ثم يضاف اليه الخضار السوتيه ويرفع في ان واحد. طب يعني ايه الكلام ده؟ ده كبير قوي علينا. لا مش كبير قوي ولا حاجه. بص، اللي احنا عملناه في التسبيك الاولاني هنعمله هنا في التسبيك الثاني بس ب 50% بس. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا البصل والثوم والطماطم والتقليه بتاعتنا اللي هي الثوم، بنعمل ايه؟ بنشوحها نص تشويح، يعني ما تكملش معانا حوالي من دقيقتين لثلاث دقائق، ما تاخدش اللون الاحمر خالص يا جماعه، بتاخد اللون اللي هو الذهبي او المصفر، لكن ما تسودش معانا او تحمر معانا، تمام. ونجهز التقليه بتاعتنا، تمام. وبعد كده ناخد اناء تاني او طاسه تانيه بنعمل فيها ايه، بنشوح فيها على جنب في شويه زبده الفراخ بتاعتنا او اللحمه بتاعتنا، تمام. نص تشويحه، بعد كده بنضيف ايه، بتكون نص سوا. بعد كده بناخدها، بتكون الحاجات دي شريدة طبعا، حاجات صغيره سلايز او حاجات صغيره كده عشان بتبقى خفيفه جدا للعميل وهو بياكلها او الجست وهو بياكلها. وبتتم اضافه اللحوم او الفراخ للطاسه الاولانيه اللي هي تم تسبيك فيها ني في ني، تمام. وبياخدوا نسبه ايه، تقليب مره اتنين تلاته برضو حوالي 5 دقائق او 10 دقائق اقصى حاجه ليها، لحد ما ايه يعملوا دريسنج مع بعضهم او يتمزجوا مع بعضهم. وبيتم ايه خدمتها او سرفزتها في الطبق اللي هو المين ديش بتاعنا او ال 22 او طبق الغرف المراد غرفه، مع عمل ايه سلايس جارنيش جميل كده جنبيه، او حته قطعه طماطم وجنبها قطعه بقدونس او سلايس ليمون او فلفلايه مثلا، تتعمل جارنيش على شكل ايه ورده او خرشوف، تمام. ننتقل بعد كده للعنوان اللي بعديه، ثلاثة التشريب. والتشريب كلمة التشريب دي برضو مش غريبة على ودننا قوي شوية، بنسمعها ساعات كتير جدا في البيت قبل ما نخش القسم الفندقي بتاعنا في المطبخ عندنا في المدرسة بتاعتنا، ونسمع عن قسم التشريب. التشريب هو ايه؟ طهو الطعام في كمية قليلة من الماء. طب لما احنا في البيت بقى بنسمع ماما بتقول لك ايه، طب انا مستنية الرز، تقول لها انا عايز اكل يا ماما، تقول لك طب انا مستنية الرز لما يتشرب. يعني ايه الرز لما يتشرب؟ يعني هي بتحط كمية الرز بتاعتها سواء نص كيلو في الحلة، تمام، وبتحط زيهم نص كيلو ميه اديهم بالظبط في الحله بتاعتها، وبتعلق على النار، تمام، وبتسيبها على نار هاديه جدا بحيث يتم التشريب. يبقى هنا التشريب ده ايه، الرز بيشرب الميه الموجوده داخل الاناء وبيبتدي يستوي واحده في واحده، تمام، على مدار قد ايه، 10 دقائق او تلت ساعه. طيب نيجي بعد كده لقسم الطهي بالبخار، وهو طهو الطعام بواسطه بخار الماء الذي يغلي 120 درجه. احنا عندنا طهو بالبخار، تمام. طيب بنقسم الاقسام ايه، نقول مع بعض. اول حاجه اناء الغلي المزدوج، احنا عندنا اناء في المطبخ او في القسم المطبخ بتاعنا مزدوج، في عباره عن حله تحت وجزء فوق مخرم او صفايه وليه غطا من فوق. الجزء اللي تحت ده بيتم وضع فيه ميه، تمام، بتوصل لدرجه الغليان 120 وبتطلع فقاقيع عندنا، تمام، والفقاقيع دي بتعمل ايه، بخار، فبتسوي الحاجه اللي فوق في المصفى بتاعتها سواء كفته، تمام، او رز او ايا كان، تمام. اتنين الطهي بغليان الماء، الطهي بغليان ايه، الماء. يبقى احنا عندنا بنغلي الميه، تمام، لحد ما توصل درجه الغليان وبتطلع بخار برضو، بتسوي ايه الحاجه اللي اعلاها فوق. يعني كان ننتقل للمرحله اللي بعديها، تعريف الغليان وهو ظهور الفقاقيع. طب احنا عايزين بقى نعرف الغليان بتاعنا، نقول عليه ايه، نقول هو ظهور الفقاقيع بأسفل الإناء الذي يوجد به الماء ثم يعلو إلى السطح. يبقى احنا كده ما نعملش حاجة على البخار غير لما المية بتاعتنا توصل لدرجة الغليان وتطلع فقاقيع مية، تمام، عشان نعرف ان الحاجة دي غليت معانا فبتتفاعل وتطلع حاجة اسمها ايه، فقاقيع مية. فقاقيع المية دي بتعمل ايه بعد كده، بتفرقع كلها مرة واحدة او ساعات واحدة بعد التانية وبتطلع أبخرة. الأبخرة دي بتتصاعد على المصفى اللي فوق وبتسوي الجزء المراد ايه، تسويته من المادة الغذائية اللي احنا حاطينها فوق، تمام. بعد كده قسم التحمير. طيب هنحمر بقى، تحمير كلنا اللي احنا عارفينه، يا اما عندنا في البيت بنجيب طاسة بنحطها وبنحط فيها زيت غزير، بعد كده ايه بنتم نحمر فيها. طيب نتكلم عن التعريف بتاعه، هو طهو الأطعمة في مادة دهنية ساخنة زي ايه، زي الزيت او السمنة في درجة حرارة 177. هنا بقى الموضوع الحرارة اختلف خالص من 120 ل 177. يبقى احنا عندنا التحمير سواء في القلاية بتاعة المطبخ، القلايتين الكبار اللي احنا بنحطهم دول
177 ل 196 درجة مئوية، فينفع ننزل فيها البطاطس بتاعتنا البومفري، أو ننزل فيها الفراخ أو البط أو الأوز اللي هو مرات تقطيعه بعد كده سلايز وسرفسته في سرافيس كبيرة للحفلات، يبقى إحنا بنحمره في القلايات بتاعتنا الكبير، باختلاف عندنا في البيت إحنا بنجيب طاسة صغيرة وبنحمر فيها في شوية زبدة الفرخة بتاعتنا أو الرز أو شوية الكبدة بتاعتنا بطريقة سهلة جدا وسلسة. لكن عندنا في المطبخ الموضوع بيختلف، عندنا قليات أجهزة اسمها قلايات زيت ضخمة، تمام، بتوصل درجة الحرارة بتاعتها ل 177 ل 196 درجة حرارة مئوية، بنحط فيها الستاند بيبقى عامل زي الشبكة كده زي ما بنشوفها في المطاعم، بنحط فيها الفرخة أو البطة كاملة بتبقى حجمها مستطيل، تمام، بنمسكها بإيدينا وبننزل في الإيه؟ في الدراير أو مكنة القلاية بتاعتنا الحاجة بتاعتنا، بعد ما تستوي بنرفعها تاني وبنعلقها فوق بحيث إن هي تصفى من الزيت، بعد كده بناخدها للشيف بيحطها في الطبق وبيتم تقطيعها سلايز وتجهيزها للايه؟ للطبق اللي المراد تجهيزه. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن اقسام التحمير. عندنا اقسام التحمير اتنين، في تحمير بسيط وفي تحمير ايه؟ غزير. في تحمير بسيط وتحمير غزير. التحمير البسيط اللي احنا ايه؟ قلنا عليه ان احنا ممكن نشوح حاجه بسيطه في شويه زبده، تمام؟ زي ما بنعمل شويه كبده او شويه سجق او سوسيس، تمام، بنحط شويه زبده بساط، تمام، وبنبتدي نعمل ايه الحاجه اللي احنا عايزينها سواء سوسيس او همبرجر او حاجه على ايه، على شويه الزبده دول، ده اسمه تحمير بسيط. طب التحمير الغزير لو جبنا طاسه وغمرناها بالزيت، تمام، وبعد كده نزلنا فيها البوم فريت او البطاطس بتاعتنا او الهامبرجر او الحاجه اللي احنا عايزين نعملها، ده اسمه تحمير ايه، غرير او غزير، تمام. طيب نيجي بعد كده نستعرض مع بعض رابعا الطهو باستخدام الأشعة متناهية القصر. يعني إيه الطهو باستخدام الأشعة متناهية القصر دي؟ هو طهو الأطعمة المختلفة في الأفران المتناهية القصر، يعني الأفران لما تجي لك في الامتحان تقول لك الطهو بطريقة الأشعة متناهية القصر ما تتخضش، نعرف على طول إن دي إيه، الطهو في الأفران. وطبعا كلنا عارفين الأفران بتاعتنا الصغيرة منها ومنها الكبير ومنها الأحجام اللي طالعة دلوقتي جديدة زي السلمندر، تمام. طيب اتنين، الالكترونيه الحديثه وتوجد في اماكن تقديم الوجبات السريع، دي اللي احنا قلنا عليها زي السلمندر كده، احنا عايزين ايه، نسخن حاجه بسرعه وما تاخدش مننا وقت، فبنجيب الطبق او المحتوى بتاعنا، تمام، وبنتم وضعه في السلمندر بحيث ان هو ياخد ايه حوالي دقيقتين او دقيقه للتسخين بس ويكون جاهز للعميل، بعد كده بنطلعه بنحطه بنسرفزه في الرول بتاعه او في الطبق بتاعه، تمام، ونحط معاه الجرنش بطريقه سريعه جدا، لكن مش هنستنى مثلا زي الافران التانيه ان هو بيستوي فتره، وده في الغالب بيبقى يعني مجهز نص حاجه اسمها نص تجهيز او نص ايه، تجهيز. طيب نيجي بعد كده الخطوه اللي بعديها، المقبلات او المشهيات. المقبلات او المشهيات الطعام. طب يعني ايه المقبلات دي والمشهيات دي؟ حاجه اسمها ابيتايزر، حاجه اسمها ايه، احفظ معايا، ابيتايزر او فواتح الشهيه او ايه، فواتح الشهيه. طيب ودي اسمها ايه بقى؟ هي اول الاطباق التي تبدا بها قائمه الطعام. طب ليه اول الاطباق التي تبدا بها قائمه الطعام؟ عشان دي بتساعد الجسم جوه في الجهاز الهضمي، بتساعد الجهاز الهضمي على ايه؟ الانفرازات العصاريه عشان تهضم الاكل اللي جاي بعد كده، سواء لو اكل تقيل او اكل دسم، يبقى احنا كده بننزل الشوربه عشان بتساعد في الايه؟ في موضوع الهضم، تمام؟ بننزل السلطه، تمام؟ عشان بتساعد في موضوع الهضم. وبرضه ممكن ننزل حاجه اسمها سمبوسه، ممكن ننزل حاجه اسمها سبرينج رول اللي هو فطار الربيع. فطار الربيع ده عباره عن حاجه اسمها رول صغير كده وبقى ملفوف وجواه يا اما جمبري يا اما فيجيتابل يا اما لحوم يا اما اسماك، تمام، في اربع انواع اسمها فطار الربيع، وبتنزل حاجه سناكس بسيطه كده ملفوفه في طبق اندرلاين، تمام، حوالي من 5 ل 10 قطع او طبق بيضاوي سوري، عشان بتخدم فيه من 5 ل 10 قطع، زي برضو ورق العنب ده برضو من ايه، من المقبلات او المشهيات اللي بتنزل في قبل المين كورس او قبل الطبق الرئيسي اللي بننزله للجست بتاعنا، تمام، الجست يعني عميل، تمام. انواع المقبلات او المشهيات، ايه هي انواع المقبلات او المشهيات بقى؟ نتكلم بقى عن انواعها. اول حاجه في عندنا حاجه اسمها متبل بالطحين، متبله بالطحين، يعني تنزل زي الباستا كده معموله سلايز ومتبله بالطحين. طب حلقات البصل المقليه، وعندي حلقات بصل، تمام، بنقليها في الزيت بعد كده بنطلعها بنحطها كجرنش او بنحطها جنب الطبق اللي هو طالع كجرنش عشان يتخدم بيه. طيب الباذنجان بالجبن، بنقلي الباذنجان، تمام، وبنحط عليه ايه، الجبنه المبشوره.
طيب بعد كده محشي ورق العنب، وده احنا قلناه عندنا محشي ورق العنب. بعد كده عندنا اسم حاجه اسمها فطائر الربيع اللي احنا قلنا عليها السبرينج رول، اللي في منها جمبري وسمك ولحمه وفراخ، تمام. طيب نخش بعد كده على النقطه اللي بعديها، انواع الحساء. ايه هو الحساء ده؟ اللي هو الشوربه. ايه هي الشوربه؟ اللي هي السوب بالانجليزي، اللغه الانجليزيه اسمها سوب. طيب نبص بعد كده اهميه الحساء في الوجبه، دي برضو تسمى منين الحساء ده؟ تسمى في الحاجات في العيله بتاعه الابيتايزر او فواتح الشهيه، يعني الحساء او الشوربه من ضمن فواتح الشهيه اللي احنا قلنا عليها في العنوان السابق، تمام. طيب يقدم كفاتح شهيه او منشط العصارات، يبقى احنا قلنا عليه ايه؟ منشط الشهيه او فاتح او سوري فاتح شهيه او منشط العصارات، تمام. يبقى احنا هنا ايه؟ بنشط لنا المعده بتاعتنا بحيث ان هو ينزل عصاره عشان تهضمني الاكل بتاعي الموجود داخل المعده. 2 يقدم كجزء من وجبه خفيفه، يقدم كجزء من وجبه خفيفه. طب ازاي يقدم كجزء من وجبه خفيفه؟ لان ساعات الشرب بتبقى مثلا زي شوربه العدس بتتسرفز معاها عيش، فدي يعتبر ايه؟ نص وجبه، تمام، او نص وجبه خفيفه، تمام. طيب نيجي النقطه اللي بعد كده، يقدم كملطف ومنعش اذا ايه؟ قدم مثلجا. اذا قدم مثلجا يعني سائع، تمام، بيبقى منعش للعميل وبيخليه ياكل اكتر وما يسدش نفسه على الاكل، تمام. نيجي بعد كده العنوان اللي بعديه، يقدم كاساس لقائمه مثل حساء العدس، وده اللي احنا قلنا عليه، يعني ممكن يقدم كطبق رئيسي زي شوربه العدس بتاعتنا. شوربه العدس بتاعتنا بيسرفز معاها ايه؟ بيسرفز معاها عيش، تمام، او باتيه، تمام، عشان يتاكل مع جنب الشوربه، فدي من الشرب او من الوجبات اللي هي ايه؟ نص خفيف. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن شروط الحساء الجيد. عشان يبقى عندي حساء جيد لازم يكون عندي عدة شروط. أولها يقدم ساخنا تماما أو باردا مثلجا، يا إما بيقدم ساخن تماما في درجة 70%، يا إما بيقدم إيه؟ مثلجا. طيب رقم 2، تكون النكهة واضحة ومميزة، تكون النكهة بتاعته أو التيست بتاعه الطعم بتاعه يعني يكون إيه؟ واضح ومميز. لو عاملينه مثلا بشوربة الجمبري يبقى لازم التيست اللي أنا بدوقه إيه؟ يكون إيه؟ شوربة جمبري، تمام، او طعم الجمبري. طيب 3، يكون قوامه صحيحا سواء كان خفيفا او مسخن او سميك. بمعنى ان انا لو عملت الشوربه بتاعتي لازم أن تكون لزجه، تمام، ما تكونش ميه او تكون خفيفه، لازم العميل يحس بيها وهو بيشربها ان في دريسنج فيها او حاجه قوه، يعني ان هو ما بيشربش حاجه خفيفه وملهاش طعم، تمام، تكون ايه؟ متماسكه شويه. 4، يكون خاليا من الدسم الذي يطفو على السطح. يعني ايه؟ احنا ساعات لما بنعمل قهوه كده بنحس ان عليها وش، برضو الشوربه لو اتعملت وعليها وش كده يبقى ده مش مستحب للعميل، لان بيشربه ساعات بيستثقله جدا وهو بيشرب الحاجه بتاعته، فده مش مستحب ان هو ايه يتسرفز معاه. فبنعمل ايه؟ ما بنعمل الشوربه بنجيب معلقه او بنجيب لوش وبنصفي الوش بتاع الشوربه دي عشان ننزعه ونحطه على طبق تاني ويتم السرفزه في بولة شوربه وتحتيه اندرلاين وجنبيها المعلقه بتاعت الشوربه بتاعتنا اللي هي ايه؟ الصيني، تمام. يبقى احنا كده ايه؟ اتكلمنا عن السيرفيس بتاع الشوربه المره دي. طيب 5، تجنب زياده الملح والتوابل. ما ينفعش الشوربه خالص نهائي ان احنا نحط فيها ملح او توابل، لازم أن تطلع صافيه خالص والعميل قدامه السودان دي بيبر او الملح والفلفل بتاعه وهو بيستخدمه ويحط الملح والفلفل على حسب الرغبه. يبقى ايه؟ وده برضو في الاطباق اللي هي المين كورس عندنا او الشرب او الحاجات الابيتايزر بتاعتنا، ما ينفعش ان احنا نضيف ملح او فلفل او توابل تكون عاليه شويه في التيست بتاعها او شطه مثلا للعميل، لا، احنا قدامه هو بيبقى فيه قدام العميل على الترابيزه سولدن بيبر اللي هو الملح والفلفل، في كاتشب، في صويا صوص، في مايونيز، في كل حاجه بيطلبها العميل. فالتيست اللي هو عايز يوصل ليه مثلا غريب عن اللي احنا عاملينه، بيزود شويه ملح، بياخد الملاحه بيزود شويه ملح، بيزود شويه فلفل، يبقى عندنا هنا تزويد الملح والفلفل حسب الرغبه بالنسبه للشرب وبالنسبه للمأكولات. ما ينفعش ان انا اعمل طبق او اعمل شوربه وابتدي اعمل اضيف فيه شويه ملح وابتدي اتست اشوف الحاجه دي ملح زياده ولا ملح خفيف، لا، احنا بنطلعها عدبه خالص يعني من غير ملح خالص، بعد كده العميل هو على الترابيزه بيزود الملح برغبته او ينقصه زي ما هو عايز، تمام. نيجي العنوان اللي بعد كده، القيمه الغذائيه للحساء. طب ايه هي القيمه الغذائيه للحساء؟ هنتكلم فيها بقى، احنا شرحناها قبل كده، هنتكلم فيها ايه عشان تبقى موضوعي لو جات لك في الامتحان تكتبها زي ما احنا هنقول كده. الحساء الخفيف مثل مرق، مرق يعني شوربه مرق اللحم
والطيور يعطي الفنجال منه 30 سعر حراري. يبقى كده الحساء الخفيف من شوربة اللحمة بيديني قد ايه؟ 30 سعر حراري. خلي بالك احنا هنا بنقول شوربة، بنقول سوب، ما بنقولش ايه؟ بيون. كلمة بيون يعني ان احنا بنحط اناء جنب الشيف على النار وبنحط فيه الخضار بتاعتنا، تمام، وجزء من العظم بتاع الذبيحة اللي هو بيعملها البوتشر او الجزار بنحطها، وبنعمل حاجة اسمها ايه؟ بيون. بيون دي يعني شوربة مصنعة، ما ينفعش ان احنا نعملها نستخدمها كمرقة او شوربة او سوب ان احنا نشربه للعميل. لا، الشوربة دي او البيون اللي بيعمله الشيف ده بيعمله جنبه عشان يطبخ منه او يزود للاكل بتاعه التيست بتاع اللحوم او الخضروات. فيبقى عندك اتنين بيون او اتنين بيون في المطبخ، بيون خضروات وبيون لحوم. بيون اللحوم اللي هو العظام واللحوم اللي هي بعد الذبيحة من البوتشر، وده بيتاخد منه لوش مثلا وهو بيطبخ، لوش يعني كبشة، بياخد منه لوش وبيحط على الطاسة وبيبتدي يعمل، يحط الملح والفلفل بتاعه والبهارات والسمنة والزيت والكلام ده كله، ويحط اللحوم بتاعته ويبتدي يتبل الطبق بتاعه في الطاسة ويطبخه وبيطلعه ويسرفزه على ايه؟ الطبق. طب البيوني التاني، البيوني التاني بيبقى عبارة عن ايه؟ خضار، خضار جزر وبسلة، تمام، وبطاطس، تمام، وبيتحط في اناء، تمام، ومعاه بقدونس طبعا، كل الخضروات، وبيتم سلقها في ايه؟ في اناء كبير، وبيخليه جنب الشيف، وبياخد برضه منه بيون لو عايز يعمل شرب خفيفه او عايز يعمل ايه؟ يطهي اطباق من كورس فبيستخدمها. لكن اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اسمه شوربه، اسمها ايه؟ شوربه او سوب. فبيتاخد جزء من البيون عشان يعمل بيه الشوربه، تمام؟ سواء شوربه عاديه او شوربه كريم، بيجيب كريمه لبانه ويضيف عليها نص لوش وبيعملها كريمه لبانه. طيب دي السعر الحراري بتاعنا، القيمه الغذائيه بتاعتنا بتدينا قد ايه سعر حراري؟ بتدينا 30 سعر حراري. 30 ايه؟ سعر حراري. بتفيد الجسم حوالي 30 سعر حراري. طب نيجي للخطوه اللي بعديها، اتنين، الحساء السميك، يعني الدريسنج بتاعه او التيست بتاعه بيبقى تقيل شويه واحنا بنشربه، اسمه الحساء السميك، مثل العدس، يعطي الفنجال منه 145 سعر حراري. يعني بمثابه ايه؟ وجبه كامله، تمام؟ يعني الشوربه بتاعتنا اللي احنا بنعملها الحساء بتاع العدس ده وبناكل جنبيه عيش، تمام، بيديني 145 سعر حراري. عشان كده لما اتكلمنا في الابيتايزر قلنا ان هي من الابيتايزر لكن شبه نص وجبه خفيف، لان العدس ايه؟ من الشرب اللي تقيله جدا للانسان، فالسعرات بتاعتها الحراريه بتاعتها عاليه. طيب نتكلم بعد كده عن الحساء المسخن، يضاف له اللبن، يعطي الفنجان منه 80 سعر حراري، وده اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو ايه؟ بيضاف اليه اللبن. اللبن يعني ايه؟ يعني الكريمه اللباني. الشيف بيعد كل صباح كريمه اسمها كريمه لباني من اللبن وبعض الدقيق والزبادي، بيعمل حاجه اسمها كريمه لباني وبيجهزها عنده في بسيمه، بحيث لما يطلب منه شوربه او بيطلب منه طبق بكريمه لباني بيكون جاهز، تمام. ودي بتدينا كام سعر حراري؟ برضو الكريمه اللباني دي لما تتضاف للشوربه بتدي الايه؟ الدريسنج، او تخلي الطبق تقيل شويه، شوربه تقيله شويه، تمام، واحنا بنشربها، فبتدي سعرات حراريه عاليه جدا، بتوصل لكام؟ ل 80 درجه حراريه، سعر حراري. طيب بعد كده اربعه، يكون خاليا من الدسم الذي يطفو على السطح. طيب دي بقى شوربه خفيفه، تمام، احنا بنعملها، تمام، شوربه وبنصفي منها الدريسنج او الجزء العلوي من الشوربه، بنصفيه بلوش او بمعلقه او بمصفى، بحيث ان هي تنزل صافيه من ايه؟ من خضروات او اي شوائب، بحيث ان العميل يشربها. ساعات العملاء بتحب تشرب حاجه دسمه، وفي عميل تاني يقول لك ليه انا مش عايز ايه؟ اي رواسب في الشوربه، صفيها لي خالص قبل ما تجيبها. فبنخليها ايه؟ الوش بتاعها والقوام بتاعها لحد اخر البوله اللي احنا بنشربها بتبقى شوربه خفيفه على المعده، تمام، عشان العميل ما يشتكيش ويرجعها لك تاني، فلازم تعملها بنفس المواصفات اللي هو طلبها، تمام. نيجي بعد كده نتكلم تجنب زياده الملح والتوابل. برضو احنا قلنا ايه؟ النقطه دي مهمه جدا حتى في الشوربه اهي، تمام. يبقى احنا ما ينفعش برضو في الشورب او المين كورس او المين ديش بتاعنا اللي احنا بنحطه كاساسي للاكل للعميل او المأكولات بتاعتنا ان احنا نضيف عليه ملح وفلفل. لا، احنا قلنا احنا قدامنا ايه على الترابيزه؟ قدامنا سولت انت بيبر او ملح وفلفل، بنستخدمهم ايه؟ حسب الرغبه، باخد الملح او الفلفل وبزود منه او بنقص حسب الرغبه بتاعتي لكل طبق، تمام. نيجي بعد كده النقطه اللي بعديها، القيمه الغذائيه للحساء. بعد كده القوام والقيمه الغذائيه. طيب نتكلم عن رقم واحد، رقم واحد الحساء الخفيف مثل مرق اللحمه والطيور يعطي الفنجال 30 درجه، تمام. بعد كده مثال على انواع الشرب،
طيب واحد مثال الشرب، شوربة البصل، شوربة المشروم، شوربة العدس، 3 أنواع شرب اهم، تمام؟ اتكلمنا عنه، لأن كده أنواع الصلصات. نخش بقى على موضوع الصلصات اللي هي إيه؟ الصلصات الأساسية ومشتقاتها، أنواع الصلصات الأساسية ومشتقاتها. واحد صلصات ساخنة، 2 صلصات دافئة، 3 صلصات بارد. طيب نتكلم عنهم باستفاضة كده كل واحدة. المواد الأساسية للصلصة، إيه هي المواد الأساسية للصلصة بتاعتنا؟ واحد المادة الدهنية، يبقى المواد الأساسية في الصلصة واحد المادة الدهنية، يعني ما ينفعش نعمل صلصة بدون إيه؟ مادة دهنية. طب إيه هي أنواع المواد الدهنية اللي بتحط في الإيه؟ في الصلصة، زي الزيت والسمنة والزبدة. رقم 2 السائل، السائل اللي هو قالوا عليه إيه؟ اسمه إيه؟ اللي بياخده الشيف بيعمله بيجهزه عشان يشتغل منه في الأطباق، اسمه البيون، زائد إيه؟ أو المية أو اللبن. يبقى إحنا بن إيه؟ بنحط مادة رطبة في السائل بتاعنا في الصلصات بتاعتنا، بتكون يا إما بيون حاجة مركزة، يا إما مية، وإحنا بنتم تجهيزها وبنضيف عليها الإضافات بتاعتنا من الخضروات أو اللحوم وبنعمل الدريسنج بتاعها، يا إما لبن، تمام؟ وده برضو سائلة ومادة غذائية إيه؟ بترفع من السعرات الحرارية في الإيه؟ في الصلصات بتاعتنا. وتالت حاجة بنتم إضافتها هي التوابل، تمام؟ التوابل زي الملح والفلفل والبهارات، تمام؟ اللي بنضيفها على الإيه؟ على المادة الغذائية اللي إحنا بنطلعها، سواء لحوم او خضروات. بعد كده 4 المواد المستخدمه للصلصات. طب ايه هي المواد المستخدمه للصلصات؟ المكونات بقى بتاعت الصلصه، النشا، الدقيق، الكريمه، اصفر البيض. يعني اول حاجه بنحطها النشا والدقيق والكريمه، الكريمه اللي احنا قلنا عليها ايه؟ كريمه اللبان، اللي بيتم تجهيزها في المطبخ من اول الشيفت عشان العميل عشان الشيف بتاعنا يبتدي لما يشتغل يلاقي الحاجه بتاعته جاهزه وموجوده، ما يتعطلش على حاجه، او يبتدي ايه؟ يقول للشيفات المساعدين بتوعه جهزوها لي بسرعه، الاوردر بدل ما ياخد في المطبخ حوالي ربع ساعه ياخد 1/3 ساعه، تمام؟ نيجي بعد كده نتكلم عن مواصفات الصلصات الجيده. طب ايه هي مواصفات الصلصات الجيده؟ اول حاجه خاليه من الكتل. يعني ايه خاليه من الكتل؟ يعني لما اعمل صلصه ما نتاكد تماما واحنا بنعمل الصلصه ان هي تكون البصل بتاعها والثوم والخضروات استوت جيدا، تمام؟ وصفيناها كويس واستخلصنا منها الصلصه بتاعتنا. طب زي ايه كده؟ احنا لو رحنا اشترينا من سوبر ماركت صلصه عاديه، بنشتري بطرمان وبنيجي نفتحه وبناخد منه معلقه، بنلاقي فيها شوائب او بنلاقي فيها مكعبات؟ لا، ما بنلاقيش خالص، صح؟ يبقى لازم الصلصه اللي احنا بنعدها في المطبخ تكون كمثال او زي الصلصه بتاعتنا دي اللي احنا بنشتريها، نفس التيست ونفس الايه؟ الخامه، وما يكونش فيها ايه؟ مكعبات او ايه؟ كتل من اي حاجه. طيب طعمها مماثل للنكهه، يعني ايه؟ لو انا عملت صلصه مثلا صلصه مايونيز، تمام؟ لازم انا احس طعم المايونيز وانا بشربه وانا بتست عليها او باكلها او بضيفها على المواد بتاعتها. طب صلصه طماطم او صلصه ايه؟ هوت صوص، اللي هي ايه؟ الهوت صوص، بيبقى فيها نسبه ايه؟ شطه بسيطه، لكن تبقى معموله من ايه؟ من الطماطم. طيب بعد كده 3 نتكلم السمك المناسب للاستعمال. يعني ايه السمك المناسب للاستعمال؟ يعني لو الدريسنج بتاعها خفيف او اللزوجه بتاعتها خفيفه، وانا بعمل طبق مثلا مين ديش او طبق رئيسي هيقدم للعميل، والشوربه بتاعتها او التيست بتاعها خفيف، الدريسنج بتاعها خفيف، ممكن الويتر وهو ماشي يقع منه ايه؟ سوائل من الطبق، تمام؟ وده غير مستحب. تاني حاجه ان مش هتديني التيست الجميل للطبق نفسه، لكن لازم تكون واصل لدرجه ايه؟ الغليان، او استوت كويس او اتسبكت كويس عشان تديني التيست لما اجي اضيفها على اللحوم او الخضروات او الاسماك بتاعتي، لازم أن تكون ايه؟ متسبكه كويس عشان تديني التيست. وتاني حاجه تديني ايه؟ ليونه للماده من الماده الغذائيه زي اللحوم. اللحوم لو حطينا عليها التسبيكه بتاعتنا وسخنه والتيست بتاعها جميل، بتعمل ايه؟ بتعطي ليونه وخليها طريه، وعند العميل ما ايه؟ ما بيجي بيقطعها وبياكلها، تمام؟ بتزيد عليها ايه؟ حته الطراوه شويه. 4 لون الصلصه مناسب، لازم أن يكون لون الصلصه مناسب. يعني لو كاري مثلا، احنا عارفين ان الكاري لونه ايه؟ اصفر. لو باربيكيو بيبقى لونه بني، تمام؟ لو سلطه الطحينه بيبقى لونها ايه؟ ابيض، تمام؟ يبقى لازم اللون بتاعها يكون ايه؟ مناسب، ما يغلبش عليه لون تاني. ما يجيش العميل يطلب مني صلصه كاري مثلا، تمام، والاقي اللون بتاعها بني، يعني قلب على باربيكيو، ما ينفعش خالص، تمام؟ يبقى عندنا هنا ايه؟ نخش على العنوان اللي بعديه، صفات الصلصات الجيده. طيب الصفات بتاعتها ايه بقى؟ اللي العميل بيحس بيها، تعمل على تحسين نكهة الطعام. تعمل على ايه؟ على تحسين نكهة الطعام، يعني بتدي للطعام طعم مريحة وشكل جميل جدا لما العميل بيبتدي يتست منها او بياكل منها. 2 تعمل على تحسين وتجميل شكل الصنف،
يبقى تاني حاجة بتضيف ايه؟ تجميل للصنف نفسه اللي انا عامله في الطبق بالاضافة للجرنش اللي احنا بنحطه للطبق. طيب تلاتة، تعمل للصنف ليونة وطراوة. يعني ايه تعمل للصنف ليونة وطراوة؟ اللي احنا قلنا عليه، احنا لما بنحط الصوص على قطعة اللحم تمام بيعمل ايه؟ بيتخلل داخل جزيئات اللحم، فبيعمل ايه؟ فبيطريه. ليه؟ لان الصلصه اللي نازله درجه سخونتها او درجه الحراره بتاعتها 70 درجه مئويه، وبتنزل على قطعه الاستيك او اللحم او الفراخ، فبتنزل عليها ايه؟ بتحاول تمتص اللحمه، بتمتص الشوربه الصلصه اللي نازله، فبتخلي الجزء بتاع اللحمه مرن وطري للعميل لما يجي ياكلها، وبيحس بنفس الايه؟ التيست بتاع. اربعه، تزيد من القيمه الغذائيه. يعني ايه تزيد من القيمه الغذائيه؟ يعني بترفع القيمه الغذائيه بتاعه اللحوم او الدواجن اللي موجوده داخل الطبق بتاع المين كورس او المين ديش بتاعي، بتخليه عالي التس عالي الجوده بتاعته وعالي القيمه الغذائيه بتاعته. تمام، نيجي بعد كده على النقطه اللي بعديها، تساعد على فتح الشهيه. يعني ايه تساعد على فتح الشهيه؟ الحاجه لو متقدمه لي مثلا كريسب او محمره او فيها جزء ناشفه شويه تمام، في اول الترابيزه بتاعتي او الطلب بتاعي العميل بيبقى حاسس ان هو بياكل حاجه صعبه عليه شويه، لكن لو حاجه فيها جزء من الصلصه نازل على او دريسنج نازل على اللحوم او الفراخ او الدواجن تمام، بيعمل لي ايه؟ بيساعدني شويه في عمليه فتح الشهيه، وبيخليني اكل جنبيها مثلا الرايز او الرز بتاعي تمام او السلطه بتاعتي. لكن لو حاجه ناشفه او كريسبي نازله شديده جدا على المعده، فالعميل ما بيكملش الاكل بتاعه. تمام، هنا احنا بيهمنا اهم حاجه صحه العميل، مش ان هو ياخد اوردر واثنين وثلاثه بس، بيهمنا في الاول ان هو ايه؟ يرتاح للمكان ويجي مره واثنين وثلاثه، ويعرف ان الناس دي بتتبع قواعد صحيه للتغذيه داخل المطعم بتاعها. تمام، لكن لو نزلنا حته الكريسب حته اللحمه بتاعتنا والتيست بتاع الصوص مش كويس او مش نازل عامل لزوجه كويسه تمام، هتطلع حته الستيك ايه؟ طعمها مش حلو وهتطلع ناشفه، فبالتالي العميل هيتضايق منها او تعمل له عسر هضم في المعده، فمش هيجي لي المطعم تاني. فاحنا لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، مهمه جدا تمام، ودايما نكون خلي جنبينا ايه؟ حاجه زي اندكس صغيره كده عشان نكتب فيها الملحوظات دي من الشيف العمومي على طول. وخلي بالكم ان احنا بنتكلم عن جزء نظري، انت سنه تانيه دلوقتي، فانت سنه تانيه لازما تكون واقف جنب الشيف في اليوم العملي بتاعك، وتكون بتابع بعينك وبايدك اذا اتاح ان انت تقطع خضروات، تعمل الصلصات، تعمل الشرب، تقطع انواع التقطيعات بجميع انواعها، تعرف الصوصات بجميع انواعها، جميع الاقسام من المطبخ تكون عارفها، طرق الحمايه والمخاطر اللي بتتم في المطبخ لازم تتدرب على الوقايه منها تمام. عندنا في انواع طفايات وانواع حريق لازم تكون على درايه بكل انواع الطفايات الموجوده، عشان اذا لا قدر الله شب اي نوع من انواع الحريق تكون تتصدى ليه باي نوع طفايه تمام. فاحنا عندنا حوالي 3 أو 4 أنواع طفايات للحريق، منهم طفايه البودره الجافه وطفايه المياه، ومنهم طفايه ثاني اكسيد الكربون. طبعا طفايه المياه بتطفي بها الاوراق والاخشاب، طفايه ثاني اكسيد الكربون الماس الكهربي تمام، طفايه البودره الجافه للسوائل البتروليه اللي هي زي السوائل البتروليه اللي احنا بنستخدمها في المطبخ عندنا زي الزيوت والشحوم. طب ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيطفي مثلا لو انا عندي بوتاجاز او شوايه او فرن شغال بالغاز الطبيعي وشغال بالكهرباء وحصل ماس كهربي فيها، فلازم نطفيها بطفايه ثاني اكسيد الكربون تمام. فكل التدريبات دي انت لازم تكون مؤهل ليها، عشان على الاقل انت بتيجي سنه ثانيه او سنه ثالثه بيفتح لك سوق العمل، وبتقعد في انترفيو مع ناس، ولازم تكون فاهم في الكلام ده كويس. طيب نرجع لعنواننا تمام، القديم على الشاشه، وخمسه تساعد على فتح الشهيه. نتكلم بقى عن الصلصات البيضاء. في عندنا احنا اتكلمنا عن الصلصات ايه؟ اللي هي البني تمام، والحمراء تمام، والصفراء زي الكاري. طيب نتكلم عن الصلصات ايه؟ انواع الصلصات البيضاء. هي اكثر انواع الصلصات استعمالا لايه؟ للمكرونه والخضروات والاطباق الحلوه وقرع العسل. يعني احنا ممكن نستخدم الصلصه البيضه للمكرونه والخضروات، زي ايه؟ المكرونه بتاعتنا زي المكرونه بتاعت البشاميل بنحط لها صلصه ايه؟ صلصه بيضه تمام. والخضروات برضو بنستخدم صلصه او كريمه لباني زي ما احنا قلنا تمام، او كريمه لباني عشان نحطها على الشرب والاطباق المنكرسه او المنديش بتاعتنا. فاحنا كده عندنا حاجتين، في صلصه بيضه بتضاف للمكرونات، وصلصه بيضه بتضاف لايه؟ لاطباق المندش. طبق المندش يا جماعه، عشان انا متعود اقول مندش على طول عشان احنا
مهنيين شويه او فندقيين شويه، بقى اتعلم يا شيف المستقبل ان كلمه مين ديش يعني طبق رئيسي، كلمه مين ديش يعني طبق رئيسي، تمام، وبيتم خدمته في طبق 22، يعني طبق الصيني اللي هو بيجي بنغرف فيه الاكل بتاعنا اسمه طبق 22 او طبق غرف او طبق روستو. عندك ثلاث مسميات المفروض مهنيا تكون عارفهم، طبق روستو او طبق غرف او طبق 22، تمام، ده اللي بيتم فيه طبق غرف الايه، طبق المين كورس، وبنحط عليه ايه، الكريمه اللبان اللي احنا قلنا عليها بعد تسويه اللحوم بتساعد على موضوع عمليه الهضم. طيب والحلو برضو بنستخدم لها كريمه بيضاء زي كريمه الشوكولاته او كريم شانتيه، تمام، وقرع العسل نفس النظام. يبقى احنا عندنا ايه، الكريمات البيضاء بتستخدم في الحلو وبتستخدم في الايه، في الحادق. طيب نتجه بعد كده للعنوان اللي بعديه، الصلصات البنيه. هنتكلم بقى ايه على الاستفاضه على الصلصات البنيه. اول حاجه وتقدم مع اللحوم والطيور والسوتيه. الصلصات البنيه احنا قلنا الصوص البني زي ايه صرحنا من شويه، زي صوص الباربيكيو، يعني ما بعد ما بنعمل بننزل الطاسه بتاعتها وبناخد سنه بيون، زي ما احنا قلنا البيون ده اللي هو بيجي منين، من جنب الشيف اللي هو بيغلي في نار هاديه شويه خضار، يا اما بناخد شويه بلوش كده، شويه شوربه او بيون، وبنزلهم في الطاسه وببتدي احط الزبده بتاعتي والسمنه والتوابل بتاعتي، تمام، وبحط اللحوم فيها وبتم طهيها سواء لحوم او طيور او ايه او سوتيه، تمام. نيجي بعد كده العنوان اللي بعديه، انواع مختلفه من الصلصات. ايه هي انواع مختلفه من الصلصات؟ زي صلصه البشاميل. نتكلم عن صلصه البشاميل، المكونات بتاعتها هي سمنه ودقيق ولبن وبيض وتوابل من المعيار. يعني ايه توابل من المعيار؟ يعني ما ينفعش ان انا احط التوابل بتاعتي على حسب دماغي، لا، انا بحط التوابل بتاعتي تكون مظبوطه، تمام، والعميل هو عنده اللي بيتبل ايه، اذا كان عايز ملح زياده او ملح خفيف. يبقى نتكلم عن المكونات بتاعت ايه، الصلصات، ونقول هي ثلاث او اربع حاجات من اهمها السمن، الدقيق، اللبن، بيض، والتوابل بالمعيار. نخلي بالنا من كلمه التوابل المعيار، احنا ثالث مره اهو بنقولها في قلب محاضره واحده او حصه واحده، ان احنا ما ينفعش نتبل التوابل بتاعتنا وتكون زياده عن الايه، العامل الطبيعي اللي احنا ايه، او المواصفات الغذائيه اللي احنا متبعها في المطبخ. طيب بعد كده صوص الباربيكيو، وده اللي احنا قلنا عليه صوص البني، صوص ايه، الباربيكيو. وعندي بقى من الحاجات التانية الكاتشب اللي الناس كلها بتحبه. الكاتشب بيتعمل من ايه، ثوم مفروم وسكر بني وخل تفاح وماء صويا، تمام. يبقى عندنا الباربيكيو المكونات بتاعته، نقول تاني، الباربيكيو المكونات بتاعته كاتشب، ثوم مفروم، سكر بني، خل تفاح، ماء صويا، خل ابيض، بودره مستردة، تمام. الكلام ده ما فيهوش اي مشكله لحد دلوقتي، تمام. عشان نعمل الباربيكيو لازم ايه، يكون معانا المكونات دي كلها، زائد ان احنا بنقطع فلفل وبصل شريدت او كريهات عشان نجهزها، تمام، بالاضافه اليها للتوابل اللي احنا قلناها دي بيتم ايه، اعدادها. بعد كده نتكلم عن انواع البيض واستعمالاته في طرق الطهي المختلفه والقيمه الغذائيه بتاعه البيض، تمام. اول حاجه، يحتوي البيض على بروتينات حيوانيه. طب بيحتوي البيض على بروتينات حيوانيه زي ايه؟ زي الدهون والفيتامينات والمعادن الضروريه. زي الدهون والفيتامينات والمعادن الضروريه، ودي بتفيد الجسم في ايه؟ ان هي بتدي طاقه للجسم او سعرات حراريه، تمام، سواء البيض معمول سيبريت أو يعني لوحده، او متضاف على اطباق، او متضاف على او متضاف على من كورس زي ما احنا شغالين، او على العجائن او البسطه او المخبوزات، تمام، فبيديني سعر حراري عالي. بعد كده بعض الخصائص الوظيفيه للبيض. ايه هي بعض الخصائص الوظيفيه للبيض؟ واحد، قدرته على التجمد عند التعرض للحراره. يعني ايه قدرته على التجمد عند التعرض للحراره؟ يعني لما مثلا نعمل صينيه كيك، تمام، احنا بنيجي في الاول ايه، نعمل العجينه بتاعت الكيك وبنحط في قلبها البيض بتاعنا وبنتم مزجه او ضربه بالايه، بالمضرب بتاع البيض بتاعنا او المضرب بتاع العجينه بتاعتنا، بنتم مزجه كويس، بعد كده بنصبه في صينيه عشان نحطه في الفرن، صح؟ بيتم ايه، بيتم جوه تجميد الجزء بتاع الماده الغذائيه دي اللي هي الكيكه كلها في قلب بعضها، فبتساعدنا ان هي تعمل ايه، عمليه تجمد للكيكه كلها، تمام، وبتطلع بالمنظر اللي انتم عارفينه ده اللي هو الصينيه بتاعتنا، وبيتم تجهيز بعد كده قطع منها او عمل التورته بتاعتنا اللي احنا بنحتاجها. طيب بعد كده اتنين، قدره صفار البيض على الاستحلاب تؤهله لتحضير الصلصات. طيب
يعني ايه قدره صفار البيض على الاستحلال تؤهله لتحضير الصلصات؟ البيض من طبيعته ان هو مرن، فلما بنحطه على الصلصه بيديني ايه جزء من الليونه ان انا اقعد اقلب فيها ويخلي الصلصه تبقى مرنه معايا، عشان بعد كده لما عايزين نضيفها على طبق زي الاطباق اللي احنا قلنا عليه بتكون ايه سهله في الخدمه بتاعتها، لكن ما بتكونش تقيله. لو ما ضفناش على الصلصه بتاعتنا او المكون الغذائي البيض وقعدنا ضربناه في بعض هيبقى صعب جدا السيرفيس بتاعه والخدمه بتاعته واحنا منزلينه على الطبق. تمام. نيجي بعد كده رقم 3، قدرته على لصق الاشياء. يعني ايه قدرته على لصق الاشياء؟ يعني احنا ينفع بعد ما نعمل باستا او عجين بنعمل ايه، بنحط بينه وبين العجين التاني جزء من البيض او ايه صفار البيض عشان يلزق في بعضه، بعد كده نسويه يبقى قطعه واحده. تمام. 4، اعطاء اللون الاصفر واللمعان لبعض الاغذيه. تمام. احنا ساعات لما نعمل صينيه بشاميل او حاجه بنعمل ايه، بنكسر البيضه او 2 او 3 لو الصينيه كبيره يعني. تمام. وبيتم ضربهم ونحطهم على وش الصينيه من فوق عشان تديني نسبه احمرار. تمام. وتبقى لذيذه جدا وجميله ومنظرها جذاب بالنسبه للجست او العميل اللي بياكلها. تمام. نيجي بعد كده نتكلم عن عنوان مهم جدا، انواع البيض التي يجري استخدامها في الطهي. البيض اللي بنستخدمه في الطهي عندنا في المطبخ ايه هو؟ اول حاجه البيض البلدي، وطبعا ده عارفينه اللي هو حجمه صغير جدا ولونه شبيه للابيض اللي هو فيه سنه صفار، والبيض الابيض، البيض الابيض اللي هو كبير طبعا اللي هو المزارع، والبني. طبعا البيض الابيض والبني الاثنين بيبقوا مزارع، مفيش غير البيض البلدي بس، ده هو اللي بيجيب من ايه، من الريف، من الريف عندنا ومساعد عشان نستخدمه. بعد كده تالت حاجه بيض الاوز اللي هو البيض الكبير، بعد كده بيض النعام، وطبعا وده اغلاهم اغلاهم واعلاهم قيمه غذائيه اللي هو بيض النعام. طيب نيجي بعد كده على العنوان اللي بعديه، تنوع طرق طهي البيض في الفنادق. تنوع طرق طهي البيض في الفنادق، طرق الطهي المختلفه في الفنادق. اول حاجه الغلي، الغلي اول حاجه بنتكلم عن الغلي ايه، لانتاج البيض المسلوق بنجيب اناء كبير طبعا وبنحط فيه الميه وبيتم غليها لدرجه 120 درجه. تمام. بعد كده بننزل البيض بتاعنا في قلب الميه وبيتم تهدئه النار نسبة بسيطة ووضع قليل من الملح عشان البيض ما يقشرش جوه او ما يكسرش جوه، بنحط سنة ملح بسيطة. بعد كده بنخرج الملح البيض بتاعنا من الاناء وبيتم غسله، بعد كده السرفزة وبيتم ايه تكسير جزء بسيط منه عشان يبقى جاهز للعميل ان هو ايه يقدر ياكله. تمام. ما تبقاش بنفس الايه السمكة بتاعتها وسليمة. تمام. نيجي بعد كده على العنوان اللي بعديه، انتاج الاومليت، البيض الاومليت بقى، ضرب البيض واضافة الخضر المختلفة. طبعا احنا اول حاجه في الاومليت لو عايزين نتكلم عن طريقه الاومليت بنعمل ايه، بنحط شويه زبده. تمام. بعد كده بنحط شويه ثوم وبصل وطماطم وفلفل. تمام. وبعد كده بناخدهم تشويحه بسيطه او تشويحتين بساط، بعد كده بنكون ضربنا البيض في جزء في اناء على جنب وبيتم سكبه على الطاسه، ده اسمه بيض اومليت. تمام. نيجي بعد كده الرقم 3 سوري هو المزج، مزج صفار البيض مع الزيت والخل. بعد كده نتكلم عن المزج، المزج هو مزج صفار البيض مع الزيت والخل لانتاج المايونيز. يبقى احنا كده هو بيستخدم البيض بينفعنا في ايه كمان، في تجهيز خلطات زي صوصات زي المايونيز. طيب بيجي بعد كده الطهي على البخار، يعني احنا ممكن نطهيه على البخار، نحط اناء فيه ميه ونوصله لدرجه 120 درجه من الغليان. تمام. ونحط البيض عليه على مصفى وبنسويه على ايه، على البخار. تمام. عايزكم تستفيدوا من كل الحاجات اللي احنا قلناها دي لان دي مهمه جدا في معالنا، في مجالنا المهني او الفندقي، عشان يبقى اسمك هوتيل مان او رجل فندقي لازم أن تكون اوير، يعني عارف كل تفاصيل الطهي وطرق الطهي المختلفه. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، واتمنى لكم التوفيق والنجاح الباهر. شكرا.